فيصل فجر كذلك، هذا كوستا بقيت رسمه وحنا حذري 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 هو جول 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 للمنتخب الزامبي. حذرتكم قلت لكم انه كانت مباغته، كانت مباغته كينكس كانغوا. هدف الثاني للمنتخب الزامبي، تصبح النتيجه هدفين مقابل واحد. شوف معي لعبوا بهذا الشكل، لعبوا بهذا الشكل باغت المنتخب الوطني. بالفعل يسجل اللاعب اللي كان تلقى الانذار قبل لحظات كينكس كانغوا، هو من سجل الهدف الثاني للمنتخب الوطني المغربي.